السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا شباب. سنة رابعة شعبة، معاكم المعيدة آية صفوت. بإذن الله هبقى معاكم في مادة الـ EIS بارت دكتورة إيمان. بإذن الله الدكتورة هتنزل لكم على مدار الترم أسئلة تخص كل شابتر. إن شاء الله هبقى معاكم وهنحل الأسئلة دي مع بعض. بداية هنبدأ النهاردة بشابتر 12. الدكتورة طبعا شرحت شابتر 12 قبل الأجازة واخدته معاها وحلته عليه وقريته عليه كتير، والمفروض يا شباب ان احنا ذاكرناه. فالنهاردة بإذن الله هنحل عليه الأسئلة اللي الدكتورة محددها معاكم في الكتاب، اللي هو سؤال 12-1 و12-11، وفي أسئلة تانية الدكتورة عملتها لكم هنحلها مع بعض برضو بإذن الله. أول سؤال عندي اللي هو عندكم في الكتاب رقم 12-1 بيقول لي match the term in the left column with its definition in the right column. ده توصيل طبعا يا شباب زي ما احنا عارفين، ومفروض ان الدكتورة قالت لكم عليه من فترة، فالمفروض حلتوه. هنحل تاني مع بعض ونراجع منه الشابتر. انا طبعا هقرأ الكلمة وهقول حلها من الناحية التانية من غير ما اقول كل حاجة تحت بعضها. يعني الاول هقول CRM system. احنا واخدين مع الدكتورة ان CRM system هو Customer Relationship Management. طب هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن software that organizes information او customer information in a manner that facilitates efficient and personalized service. طبعا ده التعريف اللي عندكم في الكتاب. يعني هو software او system اللي بيرتب لي المعلومات اللي خاصة بالcustomer. طب لو بصينا الناحية التانية هو بيقول لي الاجابة رقم D، نقراها مع بعض. بيقول لي system that contains customer related data، الداتا المتعلقة بالcustomer، organized in a manner to facilitate customer service, sales and retention. يبقى هو ده الاختيار اللي مفروض نختاره لتعريف الـ Customer Relationship Management. طيب نرى رقم 2 Open Invoice Method. تعالوا نفتكر مع بعض الكلمة دي او التعريف ده كان فين بالضبط. تحت عنوان عندكم في الكتاب اسمه Maintain Account Receivable. انا ازاي احافظ عندي على Account Receivable؟ كان قال لي في العنوان ده ان انا عشان اعمل maintaining الاكاونت ريسيفبل عندي طريقتين، الopen invoice method والbalance forward method. طيب الopen invoice method هي دي كانت عبارة عن انا customer pay according to each invoice. انا كعميل هدفع البيمنتس بتاعتي لكل فاتورة. والbalance forward method احنا بس نفتكرها مع بعض، كان بيقول ان الcustomer pay according to the monthly statement. الشركة كل شهر بتبعت monthly statement للعميل بتقول له ايه هي العمليات اللي حصلت للاكاونت بتاعك وايه هو اللي المفروض يدفعه الشهر ده. طب انا عندي هنا بتكلم عن الopen invoice method، وزي ما قلنا ان العميل بيدفع لكل فاتورة. وبيقول لي هنا في النقطة دي عشان نفتكرها مع بعض ان في تو كوبيز او نسختين بيروحوا للعميل، والعميل مطالب ان هو يرجع واحدة منهم وهو بيدفع. يعني هو دلوقتي رايح يعمل بايمنت لازم يرجع كوبي من الانفويس دي، والانفويس دي نفتكر مع بعض ان هي اسمها ريميتانس ادفايس. نرجع تاني للاختيار الopen invoice method رقم G اللي هو method of maintaining customer accounts that generates payment for each individual sales transaction. يعني ايه each individual sales transaction؟ دي مفردة اهي اللي هي في التعريف for each invoice. نكمل مع بعض يا شباب. رقم 3 الكريدت ميمو. ايه هي الكريدت ميمو؟ طبعا زي ما دكتور ايمان شرحتها هي الوثيقة اللي بتسمح لي ان انا اقلل او اعمل كريدت للكاستومر اكاونت. طيب ليه اصلا هعمل كريدت للكاستومر اكاونت؟ دلوقتي انا عميل اشترى مني بضاعة وطبعا حطتها ديبت في الحساب بتاعه لان هي بقت فلوس عليه، ما دفعش فلوس. طيب لو رجع لي البضاعة دي او رجع لي جزء منها، دلوقتي بعمل كريدت ميمو، او الكريدت ميمو دي هي الوثيقة اللي بتسمح لي ان انا اقلل حساب العميل بالجزء مثلا اللي رجع من البضاعة. هي الوثيقة اللي بتسمح لي ان انا اقلل او اعمل كريدت للكاستومرز اكاونت. طب لو بنبص الاختيار بتاعها رقم ايه؟ document used to authorize reducing the balance in a customer account. طيب النقطة رقم 4 بيقول لي الكريدت ليميت. ايه هو الكريدت ليميت يا شباب؟ هو اقصى حد ممكن اسمح ان انا اعمل بيه كريدت
للكاستمر. تاني، هو the maximum allowable credit account balance for each customer. لو بصينا للحل بتاعها اللي هي رقم H، maximum possible account balance for a customer، اقصى حد انا هسمح اعمل credit للكاستمر هو الكريدت ليميت. نكمل مع بعض يا اساتذه السايكل بيلينج. ايه هو السايكل بيلينج؟ نفتكره مع بعض يا شباب. هو ان انا بعمل مونثلي ستيتمنت فور ايتش سبست او فور سبست اوف كاستمرز ات ديفرنت تايمز. يعني ايه مونثلي ستيتمنت فور subset of customers at different times؟ يعني انا عندي مثلا مجموعة عملاء بقسمهم على مدار الشهر، وكل اسبوع ببعت لمجموعة معينة من العملاء. يعني الاسبوع ده هبعت لاول 10 عملاء، لو انا عندي مثلا 40 عميل في الشهر، الاسبوع ده هبعت لعشرة، والاسبوع التاني لعشرة، والاسبوع التالت لعشرة، والاسبوع الرابع لعشرة. يعني على مدار الشهر ببعت لكل مجموعة من العملاء في أوقات مختلفة. طيب نقرأ الحل بتاعها اللي هي السايكل بيلينج رقم B، process of dividing customer account master file into subsets مجموعات and preparing invoice for one subset at a time. زي ما قلنا كل مجموعة بعمل لها فاتورة at a time، اللي هو الأسبوع ده هبعت لمجموعة والاسبوع ده هبعت لمجموعة وهكذا. نكمل مع بعض FEDI. لازم نعرف الترمينولوجيز يا شباب. FEDI اللي هو Financial Electronic Data Interchange. طيب ده كان عبارة عن ايه في المنهج؟ هو Combination او مزج، او ان انا هجمع ما بين حاجتين، الالكترونيك فوند ترانسفير، ان انا هعمل فوند ترانسفير الكتروني، والالكترونيك داتا انترتشينج الاي دي اي والاي اف تي. هو عاملها لي هنا في الحل رقم سي اللي هو سيستم ذات انتجريت اي اف تي اند اي دي اي انفورميشن. هو عاملها لي هنا الحل بشكل مباشر. لازم اعرف الاي اف تي دي هي ايه اصلا، والاي دي اي هي عباره عن ايه، لان ممكن ما يجيليش الحل بالاختصار او الترمينولوجي دي. بعد كده الريميتنس ادفايس اللي لسه شرحينها من شويه، لما قلنا ان العميل بيجي له 2 كوبيز اوف ادفايس او في انفويسز، ومنهم واحده بيرجعها معاه وهو بيعمل بيمنت، قلنا اسمها الريميتنس ادفايس. طيب الحل بتاعه رقم ان، التيرن اراوند دوكيومنت، وثيقه الاسترجاع ريتيرند باي كاستمر وذ بيمنت زي ما قلنا. بعد كده اللوك بوكس. ايه هو اللوك بوكس يا شباب؟ او نفتكر مع بعض من شرح الدكتوره. هو البوستال ادريس تو ويتش كاستمر سنت ذير ريميتنسز او ريميتنس ادفايس. يعني هو عنوان بريدي، يعني انا بعمل الشركه دي بتبقى ليها حساب بريدي، والعملاء بيبعتوا عليه الريميتنسز بتاعتهم او الريميتنس ادفايس بتاعتهم. هو ده اللوك بوكس. يعني بدل ما العميل يروح يعمل الريميتنس او يوصل الريميتنس للشركة والبيمنتس معاها، بيروح لعمالها للرقم البريدي او حساب الشركة البريدي، وبعد كده البنك بيروح يجمع الشيكات والريميتنس ادفايس من البوستال اوفيس ويروح هو موصلها للشركة. يبقى اللوك بوكس هو الرقم البريدي اللي العميل هيبعت عليه الريميتنس ادفايس. طب الحل بتاعها رقم جي اللي هو البوست اوفيس بوكس تو هوتش كاستمر ذا سيند بيمنت زي ما قلنا. بعد كده الباك اوردر. يعني ايه باك اوردر؟ هي الوثيقة اللي بتسمح لي ان انا اشتري او انتج بضاعة جديدة لو لقيت ان طلبات العملاء ازيد من الانفنتوري اللي عندي. تاني، انا دلوقتي عندي كاستومر اوردر ازيد من الانفنتوري، يعني الانفنتوري اللي عندي insufficient او مش مكفي. الباك اوردر هي الوثيقه اللي بتسمح لي ان انا اشتري او انتج علشان اقدر اغطي طلبات العملاء. طب لو شفنا الحل رقم K اللي هي document used to indicate stock out، يعني الانفنتوري خلص او المخزون خلص، فهي دي الاجابه. بعد كده البيكنج تيكت. يعني ايه بيكنج تيكت؟ هي الدوكيومنت اللي بتعمل لي ليست
لل items and quantities ordered document تبقى فيها ايه هي الكميات اللي اتطلبت من كل نوع ال items and quantities الانواع والكميات اللي اتطلبت، وبتسمح لي ان انا اعمل release للمرشندايز او الكميات دي من الانفنتوري ديبارتمنت للشيبنج ديبارتمنت، يعني هي بتسمح لي ان انا انقل البضاعه اللي اتطلبت من المخزون للشيبنج ديبارتمنت. طيب نشوف الحل بتاعها رقم ام، document that authorizes removal of merchandise from inventory. طيب الريموفال هي المعنى removal of merchandise from inventory، هيروح فين؟ هيروح للشيبنج ديبارتمنت. اخر حاجه عندي البيل اوف لادنج، التعريف بتاعها هو legal contract that defines responsibility for goods while they are in transit، مسؤولية البضاعة خلال الشحن in transit. المسؤولية دي في الاغلب بتبقى مسؤولية مين؟ شركات الشحن. انا دلوقتي كشركة بتعامل مع العميل عن طريق ايه؟ شركات الشحن. طيب دلوقتي شركات الشحن هي اللي بتبقى مسؤولة عن البضاعة، يعني البيل اوف لادنج هي من الاخر بتوصل او بتحدد مسؤولية شركات الشحن. نقرأ الحل بتاعها مع بعض، رقم L document used to establish responsibility for shipping goods via a third party. third party يعني طرف ثالث اللي هو قلناه مع بعض شركات الشحن. ده كده يا أساتذة أول سؤال عندي في الكتاب اللي هو رقم 12-1 حلناه مع بعض، ده اللي هو الماتشنج، ودي تعريفات عادية لازم يا أساتذة نبقى حافظينها وعارفينها لأنها بتيجي بنفس الشكل أو حتى لو جات بشكل تاني لازم نبقى عارفين التعريفات. طيب تاني سؤال عندي اللي هو عندكم رقم 12-11، السؤال ده انا مش هجاوبه كله معاكم لسبب، السؤال ده فيه جدول الدكتورة محدداه معاكم فيه كل الثريتس اللي ممكن تحصل للريفينيو سايكل، جدول كده هو تيبل عندكم في الكتاب رقم هقول لكم بالظبط تيبل 12-1، ده عبارة عن كل الثريتس اللي ممكن تواجه الريفينيو سايكل كلها بلا استثناء، كل الثريتس اللي عندي اللي ممكن تواجه الريفينيو سايكل، يعني سؤال 12-11 هتجاوبوه كله بالظبط من الجدول ده بالحرف، كل الإجابة بتاعته موجودة في الجدول الدكتورة محددها عليكم تيبل 12-1، السؤال ده كله الإجابة بتاعته موجودة في الجدول. تعالوا ناخد مع بعض مثلا عشوائيا كام نقطة فيهم، نشوف مثلا رقم 3 الثريتس اللي عندي اللي هو crediting customer payment to the wrong account، دلوقتي أنا عندي عميل دفع لي أو عطاني payments وأنا رحت سجلتها في حساب عميل تاني، ده تهديد عندي. طيب أواجه التهديد ده إزاي؟ الإجابة رقم O إن أنا أعمل mail monthly statements to customers، لو أنا بعت monthly statements كل شهر للcustomer، لو في customer عندي الحساب بتاعه غلط أكيد هيرجع يقول لي أنا الحساب بتاعي غلط، وفي الحالة دي ارجع اتتبع العملية هعرف ان انا في الوقت ده عملت البيمنت بتاع الكاستومر لحساب تاني. طيب ناخد عشوائيا رقم 5 theft of inventory by employees، سرقة المخزون خصوصا لو انا شركات بتعامل مع المخزون الصغير زي الموبايلز او اللابتوبس، بتبقى في الحالات دي العملاء بيبقى سهل ان هم يسرقوا المخزون او ان هم ياخدوا لحسابهم. طيب ده تهديد بيواجهني اواجهه ازاي؟ قال لي ممكن اعمل 3 حاجات، اي اللي هي physical access controls in inventory، يعني اخلي مش اي حد مسموح له ان هو يدخل المخازن، يبقى عندي مسؤول مخازن هو ده فقط اللي مسموح ان هو يدخل المخزن، وبالتالي اي عجز عندي هحاسب المسؤول ده. طيب ايه حل تاني؟ رقم جي periodic physical counts of inventory، ان انا هعد المخزون بشكل دوري، يعني مثلا كل اسبوع او كل شهر ادخل المخازن اعد المخزون وقارنه مع المستندات والدفاتر اللي عندي. ايه حل تاني؟ رقم كي ان انا استعمل perpetual inventory system. ايه هو perpetual inventory system؟ هو النظام
اللي بيعمل بشكل مستمر على مراجعة المخزون، يعني هيراجع بشكل مستمر على المخزون بالكوانتيتي بتاعته بكل حاجة. ده مثلا سيرت تاني. نشوف رقم 7، reduce the prices for sales to friends. انا مثلا ببيع للشركة دي ب10، هبيع لشركة تانية علشان انا بس عارفها او معرفة ليا هبيع لها ب5. طب ازاي اواجه التهديد ده؟ رقم ايه، restrict access to master data، ما خليش ان الداتا عندي اي حد يبقى مسموح لي بيها. الداتا المعينة دي اخلي مسؤول واحد بس هو اللي مسؤول عن ادخال الداتا او عمليات البيع. مسؤول مثلا هو ده اللي هيدخل عمليات البيع اللي عندي، وهو ده اللي هيطلع الفاتورة، وبالتالي هيبقى صعب ان في الوقت ده حد يتلاعب في الاسعار. رقم 12 مثلا، loss of accounts receivable data، او loss of data عامة، مش لازم الاكونت receivable. ده تهديد عندي ان انا يحصل لي loss للداتا سواء اكونت ريسيفابل او غيرها. طب ازاي اواجه التهديد ده؟ لو نفتكر مع بعض، احنا مثلا اي برنامج او اي ابلكيشن عندنا في الموبايل، الواتساب مثلا، مش لازم بنعمل باك اب. يبقى انا عشان اواجه تهديد ان انا يحصل لي لوس للداتا، هلاقي رقم سي، باك اب اند ديزاستر ريكفري بروسيجرز، اللي هي الباك اب اند ريكفري، هي دي اللي ممكن تواجه لي مخاطر ان انا اخسر الداتا اللي عندي. ده السؤال ده وكله قلت زي ما قلت لحضراتكم ان هو متجاوب في الجدول، وانا جاوبنا مع بعض نقط عشوائية منه. الباقي اساتذة هتلاقوا الحل في الجدول بتاعه، وهو الدكتورة كمان مشكورة حلتها لكم هنا جاهز. نكمل مع بعض. دي اسئلة الدكتورة عملتها ليكم كمراجعة للشابتر، نقراها مع بعض. بيقول لي ايه هي اللي normally generates the customer payment recording process. احنا قلنا لما الكاستمر بيعمل بيمنت بيرجع لي بايه؟ بالريميتنس ادفايس. كاستمر اول ما يجي يعمل بيمنت بيجي لي بالريميتنس ادفايس. طيب رقم 2، تشيكن ذا كوانتيتي اوف انفنتوري افيلبل بيفور اكسبتنج ا سيلز اوردر. تاني، تشيكن ذا كوانتيتي اوف انفنتوري افيلبل before accepting a sales order is a good practice for all of the reasons except. دلوقتي انا جالي sales order، طلب بيع او طلب من العميل، انا هروح اتحقق من المخزون قبل ما الطلب ده يجي لي او قبل ما اقبل الطلب. انا جالي طلب عميل دلوقتي لسه ما قبلتوش، هروح اتحقق من المخزون قبل ما اقبل الطلب. ده موجود براكتس لجميع الاسباب ما عدا determine which items may need to be back ordered, verify the accuracy of perpetual inventory records, inform customer about availability and delivery times, update inventory records to reduce quantity available by the number of items ordered. طبعا لو شفنا الحل مع بعض هنلاقي ان هو B. ليه؟ لان رقم A بيقول لي ان انا هحدد ايه هي الايتيمز اللي ممكن ارجع اطلبها لو خلصت. فشيء طبيعي ان انا لما اشوف مثلا دلوقتي في عميل طالب عندي مثلا 10 لابتوبس، دلوقتي لو انا رحت لقيت في المخزن 11، دلوقتي انا هقبل العملية وهقبل العشرة بس عن طريق ان انا هعرف ان انا مش باقي لي غير لابتوب واحد بس، فان انا بعد كده هرجع اطلب لابتوبس او اعمل برودكشن زيادة. طب رقم 2 بيقول لي verify the accuracy of perpetual inventory records. انا لو انا عايزة اشوف اتحقق من نظام البربيتشوال ريكورد، مش هروح قبل كل عملية قبل ما اقبلها اروح اتحقق من المخازن. دلوقتي انا عشان اتحقق من نظام البربيتشوال ان هو ماشي كويس، مثلا ممكن اعمل العملية دي كل اسبوع كل اسبوعين، انما مش مع كل طلب عملية هروح اراجع المخازن. علشان كده هي دي الاجابة يا شباب، لان لو بصينا لسي inform the customer about availability and delivery time، شيء طبيعي لو رحت لقيت المخزن الطلب كله موجود هرجع للعميل اقول له تمام الطلب موجود والدليفري هيبقى في اسرع وقت. لو رحت لقيت مثلا في 8 لابتوبس من 10 هقول له ان هاخر الدليفري تايم شويه. رقم دي update inventory records to reduce quantity available by the number of items ordered، ان انا احدث معلومات المخازن. يعني انا بدل ما هخلي فيه 10 هحدث المعلومات، هقول ان كده المخزن فيه واحد بس، او بدل قصدي ما كان فيه 11 هاخد العشرة واقول ان المخزن فيه لابتوب واحد. يبقى الاجابة هي B. رقم 3 بيقول لي the document
a customer returns with their payment. تاني and identify the source and the amount of payment is called remittance advice. رقم 4 when a customer pays off the balance on an invoice the payment is credited to. دلوقتي العميل دفع كل المبلغ اللي في الفاتورة، دفع الانتري بتبقى منين؟ مش من الكاش، للكاستومر اكاونت، ديبت وكريدت. بيقول لي ذا بيمنت از كريديتد تو، يعني ايه هو اللي هيبقى كريدت عندي؟ الكاستومر ماستر. تمام يا شباب. رقم 5 ذا اكتيفيتيز انفولفد ان سوليسايتنج اند بروسيسنج كاستومر اوردرز ويذين ذا ريفينيو سايكل ار نون از سيلز اوردر انتري بروسيس. طيب ليه؟ لان الكاستومر اوردر بمجرد ما يدخل الريفينيو سايكل بقى سيلز اوردر. دلوقتي انا عندي كاستومر اوردر حوله لسيلز اوردر عشان اتتبع عمليه البيع، يبقى هي بتبقى سيلز اوردر انتري بروسيس. سوري يا شباب، نرجع تاني. رقم 6 identify a useful tool for monitoring accounts receivable. موجودة عندكم بالنص في الكتاب. افضل وسيلة ان انا اعمل monitoring للaccount receivable او اتابع الaccount receivable بشكل مستمر هي الaccount receivable aging report، وهو الريبورت اللي بيعمل listing للcustomer account balances by length of time outstanding. يعني بشوف العميل ده باقي له وقت قد ايه ويخلص الفاتورة ورتبهم بأقرب وقت. العميل ده بقيله شهر، العميل ده بقيله شهرين، ده بقيله ثلاثة وهكذا. يبقى ده الوسيلة اللي عندي او افضل وسيلة ان انا تخليلي اتابع الاكاونت ريسيفابول. رقم 7 which of the decisions below is not يا شباب ordinary found as part of revenue cycle. What credit terms should be offered طبعا دي من revenue cycle. How often should accounts receivable be subjected to audit؟ هل ده ليه علاقة بالريفينيو سايكل ولا ده علاقة اصلا بالاوديت بشكل عام؟ انا الريفينيو سايكل ما تهمنيش ان انا الاكاونت ريسيفابل اعمل لها اوديت كام مرة، يبقى شيء طبيعي ان هو ده اللي مش جزء من الريفينيو سايكل. رقم 8 during the sales order entry process not is performed to be verify that each transaction record contains all appropriate data items. كل العمليات اللي متسجلة each transaction record فيها جميع الداتا items او يعني تتكون او بتضم كل الداتا items السليمة، وده هو اصلا تعريف completeness test ان انا اتأكد ان كل العمليات اللي متسجلة عندي هي بتخص items حصلت بالفعل او data items سليمة. رقم 9 which of the following is not a threat to the revenue cycle shipping process. مش revenue cycle عموما، revenue cycle shipping process عملية النقل. عندي incomplete orders inventory theft picking the wrong items wrong shipping address. لو بصينا اليوم كلهم هنلاقيهم فعلا التلاتة اللي هم P و C و D هيأثروا لي على عملية النقل، سواء ان حصل سرقة للمخزون وهو بيتنقل، لو انا اخدت بضاعة غلط او رونج، او انا اخدت ادرس غلط. انما لو بصينا الرقم ايه انكمبليت اوردر دي ليه مش هتأثر لي على الشيبينج بروسيس يا شباب؟ لان انا اصلا لو جالي طلب غير مكتمل عمري ما هبعت البضاعة بناء على الطلب ده، لازم الطلب عندي يكون مكتمل من جميع الابعاد علشان اعرف ابعت البضاعة. فبالتالي الانكمبليت اوردرز اصلا مش هيبعت لها اي بضاعة. رقم 10 which of the following is not a general threat to the revenue cycle. ودي الاجابة بتاعتها من نفس الجدول اللي قلنا عليه table 12.1 inaccurate master data loss of customers poor performance unauthorized disclosure of sensitive information. وهنا الثريت ده يا اسد احنا بنتكلم دلوقتي في مادة AIS، يعني هو تهديد لنظام او للسيستم بتاع الريفينيو سايكل. طبعا الاجابة هي loss of customers، وفعلا لو بصينا في الجدول بتاع الثريتس عمرنا ما هنلاقي loss of customer كتهديد من التهديدات بتاع الريفينيو سايكل. دول يا اسد
إجابات السؤالين اللي الدكتورة حددتهم معاكم بالشابتر وأسئلة تانية الدكتورة حددتهم زيادة، أرجو منكم إن انتوا تذاكروا الشابتر كويس وتحفظوه، وبعد كده تجاوبوا الأسئلة دي مرة واتنين علشان تتمموا على الشابتر وتبقوا مذاكرينه كويس. بإذن الله الدكتورة بعد كده أي أسئلة هتنزلها أنا هبقى معاكم وهنحل مع بعض الأسئلة، بس لازم نذاكر أول بأول. وبالتوفيق يا شباب، ميرسي ليكم كتير.